السلام عليكم. بنتي تكلمي. السلام عليكم. اكي داير نوضك نوضك هاك يا قديتي شغل كاع النهار ما عندي ما نقول الصغار غير شويه جايه عندك قد ليها كوك كوك لا لا ما ديريش لا شنو خليك هو اللي ديري هادي هي هاك يا العطر ضربي شي حبيب حيت ضربي شي تحميمه ديري لي العطر واخا خيتي سلام هذه قولي زينب ألا لا زينب بلا تهلا فيا تهلا فيا كنت الله في ليلى أنا اللي ما يا دابا يا كزين تهلا غير في ليلى وفي أنا تهلا غير في ليلى وفي أنا يا كزين كنتي معايا قايل زينب زينب تهلا تهلا فيا ماشي وين ديالك زينب زينب ما واش تبعالو غادي تبعالو لا لا فاطمة شوفي زينب 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 هذي واحد عطير محيط الدور شي ان شاء الله ضرب لي شي عطر مضخم الله يكبر بيك لا لا بس دابا تختتم فعاليات الحملة الوطنية الثانية لرعاية المسنين التي ساهمت بها الموسيقية الجهوية للتعاون الوطني في إطار هذه الحملة الوطنية تختتم فعاليتها على وقع مداخلات ومقاربات الأساتذة الباحثين من والأكاديميين حيث نصصت مجموع المداخلات على أن المقاربة الدينية والمقاربة الأخلاقية والمقاربة الاجتماعية والحقوقية هي المدخلات الأساسية لمعالجة إشكالية رعاية المسنين. وبطبيعة الحال عندما أقول اختتمت فعاليات هذه الأيام التحسيسية فإنه سننتظر خلال الأيام المقبلة إعلان انطلاق الحملة الثانية لشتاء الحملة الثانية التضامنية شتاء 2015 التي دأبت وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية على تنظيمها كل سنة بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني وبشراكة مع مؤسسات الرعاية الاجتماعية باب الخوخة وذلك لانتشال الأشخاص المسنين الذين لا عائلة لهم ولا مأوى لهم والمتشردين انتشالهم من بين أيادي وأنياب البرد القارس وفاس كما يعلم الجميع شتاؤها قارس لكن أيادي مواطنيها وساكنتها دافئة وقلوبهم رحيمة وكلنا لنا اليقين بأنه ستكون حملة إن شاء الله ينخرط فيها الجميع فإلى الملتقى إن شاء الله في حملة الثانية لشتاء 2015 بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إذن ارتأت منسقية الجهوية للتعاون الوطني أن تشرك إضافة إلى فعاليات المجتمع المدني وجميع الشرائح الاجتماعية في الاحتفاء بكبار السن تحديدا للذكرى الثانية للحملة الوطنية التي افتتحت السنة الماضية تحت شعار الناس الكبار كنز في كل دار وهذه المقاربة الوازنة والسديدة للمهتمين والمسؤولين عن القطاع الجمعوي والاجتماعي كانت تهدف إلى إشراك الباحثين والدارسين للاهتمام بأوضاع الشرائح الاجتماعية في وضعية صعبة ومنهم المسنين فكانت هذه الفكرة
يعني فكرة رائعة وجميلة جدا، على أساس أن العمل الجمعوي العمل الميداني يحتاج إلى التشخيص وإلى إيجاد حلول ناجعة للقضاء على بعض المظاهر السلبية التي تعاني منها الشرائح الاجتماعية في وضعية صعبة. فكان الحضور الأكاديمي في هذا السياق، والذي ارتأى أيضا أن ينزل إلى قلب المجتمع، إلى المجتمع المدني، على اعتبار أنه القلب النابض لقضايا الإنسانية بحكم الجانب التطوعي والتبرعي الذي يمتاز به، فإضافة إلى البحث والدراسة، فقد تم خلق خلايا ولجان تهتم بالاستماع والتوجيه والتكوين في جميع تخصصاته، حتى تكون مشاركة وازنة مع المسؤولين في هذا القطاع. شكرا. ما أريد أن أنبه إليه مرة أخرى في نهاية هذه الحلقة، وهو الإكثار من مثل هذه الحملات، وأقول لا تكفي حملة واحدة في السنة، ولكن نريد أن تكون أكثر من حملة. أيضا أريد أن ألفت انتباه إلى مسألة مهمة، وهي إشراك المؤسسات التعليمية في مثل هذه المبادرة، في رأس مثل هذه القيم في الناشئة، كذلك المؤسسات الجامعية أيضا للتحسيس ورفع المستوى من هذه اليقظة لدى جميع الفئات المجتمعية. بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن أتمنى ما قيل حول رعاية المسن. في إطار الحملة التحسيسية لرعاية المسن في تنسيق مع وزارة المرأة والأسرة، تضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووكالة التنمية الاجتماعية وفعالية المجتمع المدني، قامت فعالية المجتمع المدني بشراكة مع المنسق الجهوي للتعاون الوطني بالاحتفال بهذه الشريحة الاجتماعية الهشة، وذلك بتقديم مجموعة من المساعدات والهدايا، وكذلك حفل حناء وموسيقى وترفيه لفائدة هذه الشريحة، حيث تخلل هذا اليوم التحسيسي فحوصات طبية، وكذلك مجموعة من الأنشطة الاجتماعية التي أدخلت بهجة وسرور لهذه الفئة الاجتماعية، وأسفرت اللقاءات التواصلية التي انعقدت مع وكالة التنمية الاجتماعية وزارة الشباب والرياضة بمجموعة من التوصيات التي خلصنا منها أن هناك توصيات داخل المؤسسات الاجتماعية وتوصيات خارج المؤسسات الاجتماعية، منها تكوين جلساء للقيام بالعناية بهذه الفئة والاستماع إليهم والإنصات وتوجيههم والأخذ بيدهم، وكذلك خلق فضاءات اجتماعية وأندية ومراكز اجتماعية للقرب ودور المواطن لممارسة المهارات الحرفية والفنية والتشكيلية، وذلك للحفاظ على الحركية والفكرية والتمييز بين الألوان لهذه الفئة المسنة، وكذلك إشراك المسن في المجتمع خصوصا الذي يتمتع بقدرات فكرية وجسدية، إضافة إلى ذلك الأخذ بيد هذه الشريحة الاجتماعية والعناية بها داخل بيوتهم، وذلك بتشجيع الأطفال على الاهتمام أكثر بهذه الشريحة والعناية بها وتقديم توجيهات للأطفال المتمدرسين بالعناية بالمسنين، لأن كما يقال الناس الكبار كنز كل دار. نعم، باسم جميع مكونات المركب الاجتماعي المتعدد اختصاصات باب الخطر، جمعية المساعدة، جمعية التضامن والمساعدة الاجتماعية، جمعية الخيرية الإسلامية الفاسية، جمعية الجهوية لمراقبة المرضى النفسانية، وباسم جميع نزلاء ومستفيدي المركب الاجتماعي، مسنين، أطفال، أشخاص مرضى عقلية، نتقدم بالشكر الجزيل للسيد المنسق الجهوي بفاس السيد شاكر فيلالة على اختيار دار المسنين لاحتضان هذا النشاط الإشعاعي، وهذا إن دل على شيء فإلا ما يدل على أن ملف المؤسسات
رعاية اجتماعية من اهتمامات هي في الأجندة السيد المنسق اللي غادي يكون فيها واحد التتبع عن قرب. وكذلك لا يفوتني ما تقدم بالشكر السلطة المحلية اللي وكلت معنا هذ اليومين، وكذلك بالأساتذة الأجلاء أساتذة كل من الأساتذة من جامعة مدينة فاس الذين تطوعوا مجانا لتنشيط الندوة العلمية، وكذلك القطاعات الحكومية وزارة الصحة الشخص الطبيبة السيدة الصحراوي عن مندوبية الصحة والشباب والرياضة ووكالة التنمية الاجتماعية، وكذلك جميع رؤساء جمعية المجتمع المدني، وكذلك بعض المحسنين اللي رافقونا طيلة هذه الأيام. وكانت أيام اللي هي متميزة كون أن جميع المشاركين قضوا يومين متتاليين داخل مؤسسة الرعاية الاجتماعية، كانت فيها تقاسم والعيش لحظات مع المسنين لإشعارهم بالدفء الأسري. وشكرا مرة أخرى للجميع.